نشرة أخبارية جديدة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. بوتين يعلن تجهيز الجيش الروسي بكل ما يتطلبه في العملية العسكرية، ويؤكد أن موسكو ستواصل تطوير الاستعداد القتالي للقوات النووية. واشنطن تستبق زيارة زيلينسكي بإعلان عزمها على تقديم منظومة باتريوت لكييف. طواقم الإسعاف في بريطانيا تنفذ إضراباً هو الأكبر منذ عقود. وزير الخارجية الإيراني يكشف أن نظيره السعودي أكد له على هامش مؤتمر بغداد استعداد المملكة لاستمرار الحوار مع طهران. أهلا بكم. في خطاب ألقاه بعد ظهر اليوم أمام قادة الجيش الروسي، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في روسيا حتى تحقيق أهدافها بشكل كامل، رغم وقوف إمكانيات حلف الناتو قاطبة ضد بلاده. وشدد بوتين على ضرورة تجهيز القوات الروسية بأحدث الأجهزة العسكرية، معلنا دخول صواريخ سارمات في المستقبل القريب. وأصدر بوتين توجيهاته خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع الروسية بضرورة تحليل أسلحة حلف الناتو، مؤكدا أن موسكو ستواصل تطوير الاستعداد القتالي للقوات النووية. من المعروف أن الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول الناتو الرئيسية تقريبا تستخدم اليوم بنشاط ضد روسيا. إن جنودنا ورقباءنا وضباطنا يقاتلون من أجل روسيا بشجاعة وثبات، وينفذون بثقة المهام الموكلة إليهم خطوة خطوة، ومن المؤكد أن هذه المهام ستنجز في جميع أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك الأراضي الجديدة. سيتم ضمان الحياة الآمنة لجميع مواطنينا. القوات المسلحة الروسية وقدراتها القتالية تتزايد باستمرار وكل يوم. من جهته أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات على نظام القيادة والسيطرة العسكرية الأوكرانية. وفي كلمته خلال اجتماع قيادات وزارة الدفاع، أشار شويغو إلى أن الثالوث النووي الروسي يمتلك قدرة وجاهزية عالية بفضل تزويد هذه القوات بأسلحة جديدة بنسبة 91%. ولفت إلى أن العملية العسكرية الخاصة أظهرت جاهزية العسكريين الروس لأصعب المهمات، وأكد أن موسكو قلقة من زيادة الوجود العسكري على حدود الاتحاد الروسي. الولايات المتحدة وحلفاؤها يمدون نظام كييف الأسلحة، وهم يدربون الجنود ويقدمون المعلومات الاستخبارية وينفذون حرب المعلومات والعقوبات. في كانون الثاني يناير ستدخل فرقاطة الأدميرال كورتشكوف إلى الخدمة القتالية التي تحمل أحدث الصواريخ الروسية تسيركون. الثالوث النووي الروسي لديه جاهزية عالية بفضل تزويد القوات بأحدث الأسلحة، والقوات النووية الاستراتيجية نجحت خلال التدريبات في تنفيذ ضربة نووية ضخمة ردا على هجوم نووي من العدو. بالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدريبات مشتركة للجيشين الروسي والبيلاروسي في منطقة بريست البيلاروسية المحاذية للحدود البولندية. وأضافت في بيان أن التدريبات تحاكي حرب شوارع وتطهير مبان من قوات معادية، وهي تجرى في إطار مجموعات القوات الإقليمية الروسية البيلاروسية التي تضم من الجانب الروسي وحده نحو 9,000 عسكري. بالتوازي، بدأت البحريتان الروسية والصينية اليوم مناورات مشتركة تستمر حتى 27 من الشهر الحالي. وقالت أن التدريبات البحرية التي تجرى سنويا منذ عام 2012 تشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الغرض الرئيسي منها هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وزارة الدفاع الصينية كانت قد قالت إن المناورات تدل على تصميم الدولتين على الرد المشترك على التهديدات التي قد تلحق بالأمن البحري. في المقابل، كشف مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار،
وستشمل منظومة باتريوت الصاروخية. وأضاف أن واشنطن لن ترسل قوات لأوكرانيا لمحاربة الروس مباشرة. المسؤول الأمريكي شدد على أن بلاده ستقوم بتدريب القوات الأوكرانية على كيفية تشغيل بطارية صاروخ باتريوت، وستستمر في إعطاء الأولوية لأنواع أخرى من الأنظمة. المسؤول أشار إلى أن الفرصة ستتاح للعمل مع الكونغرس لتمرير حزمة كبيرة من التمويل الإضافي لأوكرانيا لعام 2023 ومساعدة من الحزبين تبلغ أكثر من 40 مليار دولار. ولفت إلى أن الأمر يتعلق بإرسال رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورسالة إلى العالم تفيد بأن الولايات المتحدة ستكون هناك من أجل أوكرانيا طالما استغرق الأمر. هذا الإعلان جاء قبل ساعات من زيارة سيقوم بها الرئيس الأوكراني إلى واشنطن بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. الناطقة باسم البيت الأبيض قالت أن بايدن سيستقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض في أول زيارة خارجية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وأضافت أن زيلينسكي سيلقي كلمة في الكونغرس، معتبرة أن الزيارة تؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لكييف ما دامت الضرورة تقتضي ذلك. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تعمل على تسليم شحنات جديدة من صواريخ سيزار إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه مناقشة عددها تجرى مع من وصفهم بالشركاء. وفي الوقت نفسه جدد ماكرون تمسكه بموقفه بشأن منح روسيا ضمانات أمنية إذا جرت مفاوضات سلام، ودعا في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية من ينتقدون موقفه إلى شرح ما يقدمونه من اقتراحات قد تؤدي إلى حرب شاملة، مؤكدا رفضه هذا الخيار. إن يوم السلام يتطلب مناقشات، أولا وقبل كل شيء يتطلب ضمانات لأوكرانيا لسلامة أراضيها وأمنها على المدى الطويل، ولكن بالنسبة إلى روسيا أيضا بصفتها طرفا ستكون ضمن المعاهدة. من يلومني على عرضي فليشرح لي ما يقترحه، وما يقترحه الذين يرفضون ذلك هو حرب شاملة وستشمل القارة كلها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أن موسكو تواصل جهودها لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لمنطقة البحر الأسود، وأكد أن روسيا أوقفت نقل الغاز عبر الطرق الشمالية. يواصل بلدنا جهوده لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لمنطقة البحر الأسود بعد الانفجارات في نورد ستريم، والتي يبدو أن لا أحد في الاتحاد الأوروبي سيحقق فيها بموضوعية. أوقفت روسيا نقل الغاز عبر الطرق الشمالية. في ظل هذه الظروف نورد الغاز عبر أنابيب البحر الأسود لأي جهة تريد شراءه. إلى ذلك نقل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينغ الذي استقبله في العاصمة بكين، وناقش الطرفان الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في المجالات الصناعية والاقتصادية، كما بحثا القضايا الدولية والوضع في أوكرانيا. ووصف ميدفيديف المحادثات بأنها كانت مفيدة للغاية. لقد بحثنا قضايا التعاون بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب روسيا الموحدة، وبحثنا قضايا التعاون بين البلدين والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، ولا سيما في مجال الاقتصاد والتعاون الصناعي وغيرهما. كما بحثنا القضايا الدولية، ومن بينها طبعا النزاع في أوكرانيا. لقد كانت هذه المباحثات مفيدة للغاية. دخل آلاف العناصر من طواقم الإسعاف في بريطانيا اليوم إضرابا عن العمل هو الأكبر منذ 30 عاما، الأمر الذي سبب ارتباكا واسعا في مستشفيات هيئة الخدمة الصحية. ودخل سائقو سيارات الإسعاف والمسعفون وموظفو الدعم إضرابا في 9 شركات لسيارات الإسعاف للمطالبة بزيادة الأجور. وأعلنت الحكومة البريطانية الاستعانة بنحو 750 عنصرا من الجيش لقيادة سيارات الإسعاف لتغطية العجز في عدد سائقيها والمسعفين خلال الإضراب. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن حضوره في مؤتمر بغداد الثاني كان هدفه دعم العراق. وفي تغريدة له عبر تويتر قال عبداللهيان
والذي التقى على هامش المؤتمر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والذي أكد بدوره استعداد المملكة لاستمرار الحوار مع إيران. وأشار عبداللهيان إلى أن طهران على استعداد لمواصلة المسار الذي بدأ في بغداد، مرحبا بعودة العلاقات السعودية الإيرانية إلى طبيعتها. وذكر أنه عقد اجتماعات أيضا مع نظرائه العماني والقطري والعراقي. وفي تغريدة ثانية، أعرب وزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر بغداد 2 في الأردن عن رفض بلاده التدخل الفرنسي في شؤون إيران الداخلية، وقال ضمن لقاء له مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا أن النقاش تناول تصحيح الموقف الفرنسي، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على أن مسير الحوار والدبلوماسية هو الأفضل. فاصل ونعود. من جديد أهلا بكم. تواصلت الاحتجاجات على سياسة الإهمال الطبي لقوات الاحتلال بحق الأسرى، والتي أدت إلى استشهاد الأسير ناصر أبو حميدة. ففي الضفة تظاهر الفلسطينيون على مدخل جامعة فلسطين التقنية فرع العروب شمال الخليل، حيث تصدوا لاعتداءات قوات الاحتلال. وفي جامعة أبو ديس في القدس المحتلة تصدى الشبان كذلك لاعتداءات مماثلة استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت داخل حرم جامعة القدس. في النافذة على الجيش الإسرائيلي اليوم، سلط الإعلام الإسرائيلي أخيرا الضوء على مشكلة رداءة الطعام في جيش الاحتلال، فضلا عن الظروف الصحية السيئة التي تسود قاعات الطعام والمطابخ. هاني فحص. كارثة صحية، قذارة، طعام غير مناسب للإنسان، هذه بعض الأوصاف التي تحفل بها عناوين تقارير إسرائيلية عن وضع الوجبات التي يقدمها الجيش الإسرائيلي لجنوده، فضلاً عن رداءة المطابخ وقاعات الطعام العسكرية التي تعج بالحشرات والقوارض، وفق ما أظهرته تحقيقات ميدانية عديدة. عمليات توثيق مثيرة للقلق وصلت إلينا حول ظروف نظافة متدنية في المطابخ وغرف الطعام العسكرية، وجبات محروقة مع عفن وصولاً إلى فئران في الطحين. تردي الوضع الصحي لمطابخ الجيش الإسرائيلي ووجباته اليومية أثارت انتقادات وشكاوى عديدة من أوساط الجنود وذويهم. لم أذهب إلى غرفة الطعام منذ قرابة السنة وأشتري طعامي من مال خاص، لأن غرفة الطعام شنيعة ولا يمكنني تناول الطعام فيها. على أن رداءة الطعام في الجيش الإسرائيلي ليست المشكلة الوحيدة التي يتذمر منها الجنود، إذ تضاف إليها مشكلة الطبقية والاستنسابية في تقديم الوجبات. هناك طعام خاص يقدم للقادة والضباط، وهو طعام أفضل من الذي يقدم للجنود، والعينات التي تؤخذ للفحص في المختبرات تكون من طعام الضباط. حجم هذه المشكلة وتبعاتها دفع مراقب الجيش الإسرائيلي إلى التدخل وإصدار تقرير وجه فيه انتقادات لاذعة للجهات المسؤولة، ولخص فيه بعض مكونات المشكلة كالنقص في كميات الطعام والظروف الصحية المعقدة وسرقة منتجات غذائية بعشرات ملايين الشواقل. وختم التقرير بأن جنوداً كثراً يفضلون البقاء جياعاً على تناول الطعام الذي يقدمه لهم الجيش. معلقون اطلعوا على التقرير قالوا إنه تقرير صعب الهضم بالنظر إلى ما أثبته من مشاكل صحية خطرة، وحذروا من أن التذمر من الحياة اليومية في الجيش قد يلحق ضرراً بثقة الجمهور به، فيما أشار آخرون إلى أن الجرذان والحشرات تثبت أن إعلان الجيش عن تحسين غرف الطعام وجودة الغذاء لا يزال في نطاق الخطط، أما بالفعل فإن الوضع خطير. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لبناء مجمعات دبلوماسية للسفارة الأمريكية في القدس على أراضي فلسطينيين. المشروع يخرق القانون الدولي والقرارات الخاصة بالقدس كمدينة محتلة. هناء محمد. لم يقف تكريس الاحتلال في القدس عند الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل،
ونقل السفارة الأمريكية إليها عام 2018، بل إن إدارة بايدن تسير على الخطى نفسها وتخطط لإقامة مجمع أو اثنين للسفارة على أراضي لاجئين فلسطينيين، بعضهم يعيش في القدس والبعض الآخر في الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل جنسيتها. بموجب قانون أملاك الغائبين الذي سنه الاحتلال بعد عامين من النكبة، يعد المهجر اللاجئ الفلسطيني غائباً حتى وإن كان لا يزال يعيش في وطنه. وبهذه الأداة القانونية السياسية استولت إسرائيل على أملاك وأراضي اللاجئين والوقف الإسلامي كذلك. عائلة قليبو واحدة من سلسلة ورثة مقدسيين لوقف الشيخ محمد الخليلي، حيث يخطط لإقامة المجمع الدبلوماسي جنوب غرب القدس. أولاً هذه أرض وقف، الوقف لا يجوز إنه الاستيلاء عليه. إنه أمريكا توافق مع إسرائيل على سلبنا حقوقنا، هذا موقف عدائي من أمريكا اتجاهنا. هذا أرض الأجداد وأنا هذا أرض جدي وأبوي دائماً كان يحكي لنا عنها. حتى مطلع الشهر المقبل يمكن تقديم الاعتراضات على المشروع لدى اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط، مسار قانوني يقوده مركز عدالة بتمثيل الورثة كذلك أمام الإدارة الأمريكية، وقد توصل إلى مستندات تاريخية تثبت الملكية الفلسطينية للأرض. هاي الأرض اللي هي حوالي 32-33 دونم ومسجلة بالتسجيل الأراضي الإسرائيلية كملك للحكومة البريطانية، مع أنه هي طبعاً كانت مصادرة. بالتالي لازم يكون في اتفاق بين بريطانيا وأمريكا أنه أمريكا تبني فيها، وطبعاً مع إسرائيل توافق. بشكل لا يقبل التأويل تخرق الولايات المتحدة بمشروعها هذا القانون والقرارات الدولية بما يخص القدس كمدينة محتلة، كما أنها بذلك تتجاوز حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة الذي وقعت عليه. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. وصل وفد عماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم لبحث المستجدات والتطورات مع قيادة المجلس السياسي الأعلى في اليمن. هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الوساطة التي تبذلها مسقط للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية، وبعد يومين من إعلان المجلس السياسي الأعلى في اليمن رفضه استمرار حالة لا سلم ولا حرب وتأكيده أن هذه الحالة لن تطول وأن القوات المسلحة في جهوزية تامة. إلى تونس، حيث أكد الأمين العام لحركة الشعب التونسية زهير المغزاوي مطالبته بانتخابات رئاسية مبكرة، وقال في اتصال هاتفي مع الميادين إنه دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء مباشر معه إلى تأليف حكومة جديدة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأوضح أنه لم يتلقى جوابا إيجابيا بهذا الخصوص، وأضاف أن نسب العزوف عن الانتخابات لم تكن متوقعة وأنها تعبر عن عدم رضا الشعب. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم 21 من كانون الأول ديسمبر هذا العام، ووفقا للمرسوم التشريعي فقد تقرر العفو عن كامل العقوبات المرتبطة بهذه الجرائم بما فيها جرائم الفرار من الخدمة العسكرية، على أن تستثنى من العفو مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع. وبحسب المرسوم فأن العفو العام لا يؤثر على دعوى الحق العام للمتضررين من الجرائم. بدأت حكومة طالبان بأفغانستان تنفيذ قرارها بحظر تعليم الفتيات ومنعهن من تلقي الخدمات التعليمية. الحكومة أخرجت الطالبات من السكن الجامعي في جامعة كابل بالقوة بعد فصل الكهرباء، فيما كثفت الانتشار الأمني أمام الجامعات الأفغانية لمنع دخول الفتيات للداخل. وتقدم عدد من أساتذة الجامعات الأفغانية بالاستقالة بسبب حظر تعليم الفتيات، وقد لقي القرار إدانة من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. يتواصل الجدل بشأن إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا في خطوة رفضتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة التي لا تعترف القاهرة بها. خالد أبو عرب والتفاصيل. رفض ليبي للقرار المصري بترسيم الحدود البحرية بين البلدين
جاء في بيان لحكومة الوحدة الوطنية واعتبرته قرارا غير عادل لإعلانه من جانب واحد، وحثت الحكومة المصرية على إطلاق محادثات حول الحدود البحرية، إلا أن الرفض الليبي قبل بصمت الجانب المصري الذي أرجعه مراقبون إلى عدم اعتراف القاهرة بحكومة طرابلس، مؤكدين أن البيان الليبي جاء بصبغة تركية وقبل ساعات من حث أنقرة القاهرة وطرابلس على الحوار والتفاوض بشأن الحدود البحرية. اعتراضات حكومة طرابلس، الدولة المصرية والشعب المصري يفهمها بأنها نوع من أنها تقوم بدور لصالح أطراف أخرى، أطراف إقليمية معروفة في الشرق المتوسط، ومصر تعلم ذلك وتدرك ذلك وتتفهم ذلك أيضا. وبالتالي أنا في رأيي استجابة الدولة المصرية وتعامل الدولة المصرية مع هذا التصعيد الإعلامي والسياسي من قبل حكومة طرابلس هو الصمت وهو السكوت احتراما لباقي مكونات الشعب الليبي. ويرى مراقبون ليبيون أن تبعات القرار المصري بترسيم الحدود لن تؤثر في طبيعة العلاقات المصرية الليبية التاريخية، مطالبين مصر بضرورة دعم الشعب الليبي لانتخاب حكومة ورئيس جديدين، ثم بالتفاوض حول عملية ترسيم الحدود البحرية باعتبار أن الحكومات الانتقالية الليبية كافة لا تملك حق ترسيم الحدود بشكل فعلي. عندما تحدثني عن حكومة طرابلس أنت تحدثني عن حكومة الأمم المتحدة، يعني لا توجد هناك سلطة مركزية يعني تسمح بأن يتفاوض معها أي طرف آخر سواء كان من دول الجوار أو الإقليم أو العالم، لأن ما سوف تقوله أو قالته حكومة عبد الحميد دبيبة هو يعبر عن وجهة نظر الرأيين الرسميين لها، يعني سواء كان تركيا، بريطانيا، أمريكا كذا. وعد مراقبون الخطوة المصرية رسالة واضحة بأن مصر لن تنتظر أحدا للدفاع عن مصالحها وحماية حقوقها في ظل الانقسام السياسي الليبي الذي يهدد الأمن القومي المصري، ولا سيما في ظل إقدام حكومة عبد الحميد الدبيبة على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهو ما تستغله أنقرة بحسب خبراء لإعطاء شرعية لوجودها في الأراضي الليبية. ترفض ليبيا الخطوة المصرية بترسيم حدودها البحرية الغربية من دون تفاوض، بينما تمضي مصر في تنفيذ إجراءات قرارها باعتباره سياديا وقانونيا بحسب خبراء، ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذا القرار في المرحلة المقبلة. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين. تذكير بالعناوين. بوتين يعلن تجهيز الجيش الروسي بكل ما يتطلبه في العملية العسكرية، ويؤكد أن موسكو ستواصل تطوير الاستعداد القتالي للقوات النووية. واشنطن تستبق زيارة زيلينسكي بالإعلان عن عزمها على تقديم منظومة باتريوت لكييف. طواقم الإسعاف في بريطانيا تنفذ إضرابا هو الأكبر منذ عقود. ووزير الخارجية الإيراني يكشف أن نظيره السعودي أكد له على هامش مؤتمر بغداد استعداد المملكة لاستمرار الحوار مع طهران. للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.